مرحبا بكم. واضح في عند الشيف محمد بحمار، صانع احسن صانع بيتزا عربيا. مرحبا بكم في ديليا جوفنتوس قناه واضح والدار داركم. التجربة تاعي أول خطرة باش نمشي لاباط هي كانت عندي في المنزل مع الوالدة تاعي. الأخ تاعي بروبوزال يعني مجال واحد آخر، قال لي هذه مهنة يعني ميتي غير لائق بك، وأنا حبيته بالشوق وكملت فيه، تحديت صعوبات وكملت فيه ونجح الحمد لله. بيتزا تاع الشيف محمد أنيس خاوتي الميور كاع في الحاولة، ديجا سبيسياليتي غير بيتزا، خاطر لي ساندويتش منها بيتزا روعة كاع. كل شيف عنده لمسه تاعو وعنده لاطوش تاعو، وانا الحمد لله من محبين البيتزا، نحب نكري ونحب نبدع في المجال تاعي. بالنسبه للزبائن الكرام الحمد لله عندنا 58 ولايه يخزونا، وهذه نعمه كبيره افتخر بها على كل حال، وزيد تحفزني في امور بزاف. عندنا زبائن عن طريق الانترنت، عن طريق الهاتف، توصيل، يعني والله نعمه كبيره الحمد لله. بيتزا تاعو بزاف منين يا خو، كي نحبوا ناكلوا البيتزا نجوا عند خونا محمد يتهلا فينا. هو راني لخص في كتاب ان شاء الله في المسيره تاعي، وفي وصفات انواع الخبز، انواع البيتزا، انواع المعجنات ان شاء الله، ويكون الانطلاقه تاعو تكون من الجزائر ان شاء الله، 58 ولايه، ولا لا تكون يعني حتى عربيه، وان شاء الله نتمنى تكون عالميه ان شاء الله.